أنا الذاكرة ما نتخلاش عليها أبدا مهما كان وما نتساوم حتى مع دولة ولو يدعوا بالصداقة وداك الشيء، ولكن الذاكرة هي الذاكرة. وصلنا رانا خطوة بخطوة من بعد ما المواجهة اللي كانت، نقدر نقول مواجهة، اليوم أصبحنا بالتقريب قابلين بعضنا بعض باش ندرس مع بعض الأحداث الهامة تاع الذاكرة نتاعنا والشيء اللي عانه الشعب خلال الحقبة الاستعمارية نتاع قرن و 32 سنة. أنا ماشيين معها، خلقنا لجنة مشتركة مؤرخين تاعنا ونتاعهم، ورانا ماشيين معها والأمور هذه. شوف الذاكرة لأن هما عارفين بلي ما نتخلاش، ان شاء الله تكون فيه تفاهم كافي حتى نخرج، يعني تخرج للوجود